تعال اعرفك على كائنات بتعدي عمرها ال 150 سنه. السمكه الصخريه الكروموزيه، السمكه دي ممكن عمرها يوصل ل 205 سنه كحد اقصى ليها، وبتعيش في المحيط الهادي من كاليفورنيا لحد اليابان، وطولها بيوصل ل 97 سم، وبتتغذى على الروبيان والاسماك الصغيره، بلح البحر او لؤلؤه المياه العذبه، بتعيش اكتر من 250 سنه، بيعتبر بلح البحر من ذات صدفتين، ده غير اللؤلؤ الجذاب اللي بيستخرج منه. بلح البحر هتلاقيه موجود في الانهار بشكل اساسي، وموجود بكثره في اوروبا وامريكا الشماليه، بس للاسف النوع ده مهدد بالانقراض. حوت الراس المقوس بيوصل عمره ل 200 سنه، وبيعيش في المحيط المتجمد الشمالي. الحوت ده بيمتلك طفرات جينيه بتساعده على اصلاح الحمض النووي التالف، وبتحميه من مرض السرطان كمان، ده غير الجين اللي هو اسمه السي بي ان اي اللي بيساعده على تجديد الخلايا واصلاحها. الجينات ديت بتخلي الحوت الشيخوخه عنده بطيئه جدا، وبتخليه يتحمل المياه المتجمده عادي. الانديل موطنه الاصلي في البحر المتوسط، وبيبدا حياته على شكل يرقات. الانديل مفيش حاجه عنده اسمها شيخوخه او موت، والحاجه الوحيده اللي بتخليه يموت وما بيبقاش خالد هو ان الاسماك بتاكله، غير كده كان هيعيش للابد. ما تنساش اقتراحاتك في الكومنتات.